الغنيم سين الكرة معه في الجهة اليسرى بيلعب الكرة إلى الصامل عوض خميس يحيى السلام السهلاوي استلم السهلاوي سلم رأسية من والله والنصر والله وراح النصر والله وراح الثالث للنصر عن طريقي والله صانع الألعاب السهلاوي يصنع ولا يسجل مؤكدا بأن النصر ولا وراح بنقاط المباراة وبالصدارة بفارق النقاط الخمس ولا يسجل هدفا ثالثا في هذه المباراة. خلوا هيجيتا يعطيه التعليمات على طول على طول. الله يا السهلاوي كيف تخلي الكرة والهجمة سهلة ولا يرتقي ولا يقفز ولا يسجل والنصر ولا وراح بنقاط المباراة وبصدارة الدوري حتى الآن ثلاثية نصراوية.